هل هذا تهديد واضح أم أنه تحذير واضح يا أستاذ ضيف؟ مصر لا تهدد ولم تهدد أحدا من قبل حتى أعدائها إذا وقعت معهم معاهدة سلام. هذا تحذير واضح ووصف هؤلاء بأنهم قادة إسرائيل متطرفين، سبقنا إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي نصح رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتخلص منه، وسبقنا إليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي جميعا تقريبا خلال الأيام الماضية. مصر تحذر لأنه هذا الوضع هو اختراق لمعاهدة سلام مستقرة وبروتوكولات أمنية موقعة، وبالتالي وجب على مصر التحذير علنا كما أنها فعلت هذا في كل القنوات الأخرى، وهذا الأمر يجب على الإسرائيليين أن يضعوه في اعتباره، ويجب على النخبة المتبقي من النخبة العاقل في إسرائيل أن تزيح من هم أصابهم في ظني قدر كبير من الهذيان والاستهلاك وربما عدم التركيز النفسي من غلاة المتطرفين الإسرائيليين أن يذهبوا بعيدا عن سد القرار في داخل إسرائيل. هؤلاء خطر شديد على ليس على المنطقة وعلى ولا على الفلسطينيين، هم خطر أكبر على الإسرائيليين. إذن هذا بيان مطول شديد اللهجة به تحذيرات واضحة، أهمها أن مصر لن تقبل أي محاولة لاحتلال ممر فلادلفيا أو ممر صلاح الدين، وهذا طبقا لمعاهدة السلام، وأن أي محاولة للتغطية على ذلك باتهامات وأكاذيب لن تقبلها مصر.